البارح كاينه واحد الحصه في قناه فرنسيه اللي كيسموها سي نيوز، الذي استضافت الرئيس فرحات مهني اللي كان راح يجوز على 8 ديال 8 ونص ديال العشيه. وكي وصل تما بقاو 5 دقائق باش يدخل الاستوديو. صونا التليفون وين كيقولوا بليك ما كيقدرش يجوز. وبغينا نستفسروا على الشيء، على السبب يعني وراء هذا الشيء. بيان سور ما عطاوناش الاسباب. دونك وحنايا حوسنا من الجهه ديالنا باش نعرفوا، لقينا لحقنا خبر بلي هي كاينه فيها علاقه بالزياره اللي راح ديرها من على شيمات الوزيره الاولى لفرنسا لاليزابيث بور. دونك الجزائر ضغطت على فرنسا باش ما كيجوش رئيس في القناة الفرنسية، ولا راح يصير مشكل مع الزيارة اللي راح ديرها وزيرها الأولى من على شيمات الجزائر. دونك هذا الشيء محزن محزن أولا لحرية التعبير، وخاصة في بلد مثل فرنسا المدافع على حرية الرأي وحرية التعبير حرية الصحافة. وكنت أسفو بزاف. مي حنايا كمناضلين ومسؤولين في حركة الماك، ما تشيش هذا اللي راح يحبسنا في النضال ديالنا. معتادين يعني السلطة الجزائرية عودتنا بشوالات بحال هذه، ونقولوا بليك قضية استقلال الشعب القبائل هي قضية عادلة، وهي مسألة وقت واصلين. وفي الأخير بغيت نحيي الشعب المغربي وخاصة الصحافة المغربية اللي فتحتنا كل الأبواب واللي كتكلم على القضية القبيلية، وهذا شرف شرف كبير للصحافة، يعني اللي عندها احترافية كبيرة في المغرب، وشرف ثاني للسلطات المغربية على رأسهم الملك محمد السادس.